دانيال ستيوارت باكستر المدير الفني للمنتخب الجنوب افريقي، اكيد انت اقرب لشخصيته. هل هو مدرب حذر؟ هل هو مدرب مغامر؟ هل هو بيتكلم على الضغوط اللي موجوده على منتخب مصر بحكم وجوده في ملعبه وسط جماهيره؟ هل بيجيد اللعب من الناحيه النفسيه في مثل هذه اللقاءات؟ نعم، أعتقد بأن المدير الفني هو على دراية حقيقة بوضع مصر وبالتالي هو وكل هذه الأجواء التي تحيط بالمباراة، وبالتالي هو على دراية بهذا الحشد الجماهيري والتشجيع الجماهيري المصرية، وهذا هذه مشاعر تنبع من المدير الفني لأنه يبني يذهب إلى المباراة ولديه عقلية منفتحة وهو يؤمن بقدرات لاعبيه وأنه يستطيع أن يحقق الفارق من خلال لاعبيه. وبالتالي هو قال أيضا بأنه حان الوقت ألا نفقد المباراة أمام مصر، ولكن يجب أن نأخذ حذرنا جيدا لأن اللاعبين المصريين ذو مهارات رائعة، هناك محمود تريزيجيه كمثال ومو صلاح، وهم لاعبين يجرون لهم سرعات كبيرة. حتى دفاع جنوب إفريقيا يجب أن يكون حذرا لغلق المساحات أمام هذين اللاعبين من الناحية التكتيكية، ولدينا أيضا لأن صلاح وتريزيجيه يتميزون بهذه الحرفية، وأيضا يستطيع أيضا اللاعبين أن يصنعون فارقا كبيرا. ولكن بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا، النقطة هنا بأنه هو خط الوسط، لأن خط الوسط غدا سيكون هناك بعض التغييرات. التمبزواني لا تنسى أنه موقوف لحصوله على بطاقتين صفراء، وبالتالي كما يفعل المدير الفني الآن هو يجد بديلا لهذا اللاعب، وهو يمثل صداعا لأنه كان يفضل اللاعب تيمبا لأنه لاعب خط وسط مدافع، وبالتالي كان والأفضل أمام المنتخب المصري. ولكن كما قلت فستكون هناك مباراة تكتيكية عالية المستوى، وأتمنى أن ينفتح الفريقان ويقدموا كرة رائعة خلال 90 دقيقة. أسألك عن غياب تيمبا دواني، يعني لأنه من اللعيبة المهمين، لعيبة سان داونز ولعيبة كرة القدم المحترمين في المنتخب الجنوب أفريقي، هل هناك بديل بنفس كفاءته؟ بالنظر على ما يفعله المدير الفني في هذه اللحظة، هو حقيقة ليس لديه الآن الشخص الذي يحل محل تيمبا زواني بهذا الشكل الرائع، لأنه لعب أيضا في دوري الأبطال، وبالتالي وكانت لديه أيضا قدرات رائعة، وقد أيضا وهو كان حقق وكسر أحلام الأهلي كما تتذكر. هو ليس فقط لاعب، كان يؤدي بشكل رائع في فريقه أيضا وفي كازابلانكا، ولكن أدى مباراة أمام لاعبي الفريق الأهلي، وأنت تتذكر أيضا بأنه أعطى ثقة كاملة. I forgot. هو لعيب كويس بالفعل، لكن برضو أرجع أكرر نفس السؤال، البديل على نفس المستوى؟ أعتقد مابويا أيضا كان في سان داونز واعتاد أيضا في على المباراة الأولى، ربما يكون هو البديل. وصحيح المهمة ستكون صعبة عليه، ولكن التحدي للمدير الفني الآن هو هذا البديل، والذي سيكون متأخرا قليلا عن زوان.